اقرا الحاجه اللي مهم خاصك تفهمها هو انه ملي تهبط اول البارة هبطها الوسط ديال الصدر ديالك، يعني ما كتهبطهاش لتحت ما كتهبطهاش الفوق، كتجيبها الوسط ديال الصدر. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه تجنب انك يديك جلجيه ظهرك ملي تهبط البارة، لان كل ما دخل الكود ديالك الجهه ديال الظهر ديالك كل ما راك كتركز على التريسيبس اكثر، يعني الشيء اللي كيوقعوا فيه الغلط كيوقعوا فيه بزاف الناس، كيسالي التريسيبس دارو كيحس انك كان عليه واحد الضغط اكثر من الصدر، لانك كتدخل يديك لعندك. دائما ملي تهبط البارة حاول تهبطها بعيده، يعني غتجي لهنا، يعني تهبطها بتوازي مع الكتاف ديالك، ما كتدخلش الكود اللي عندك الظهر ديالك. ثالث حاجه وهو انه ملي تهبط هبط بواحد الحركه سلبيه اللي تكون كتهبط بشويه، وملي تدفع الفوق حاول بحال غتجمع يديك، يعني انت البارة هنا ولكن بحال باغي تجمع يديك باش كدير واحد الضغط على الالياف العضليه وكيوصل الدم بشكل اكبر. يعني هذو ثلاثه الاشياء الاساسيه اللي احترمتهم غتكون الحركه ممتازه. يلا ساليت التمرين هذا، اسمحوا لي كنهج ولكن كنحاول يعني نصور التدريب بشكل مباشر باش هكا تكون حتى واحد المصداقيه اثناء التدريب تقدر توصل الامور احسن. بغيت نقول لك انا ملي كنسالي هذا التمرين هذا كنكون درت فيه 6 ديال لي سيري. علاش؟ لان بالنسبه ليا البارة وانت يعني بشكل مستقيم هي احسن حاجه غتساعد الصدر ديالك في التطور. علاش كنبدا بها؟ هو لانه كتطلب واحد المنسوب ديال الطاقه كبير، فكنفضل انني نبدا بها. ثلاثه القواعد الاساسيه اللي نقولها لك اللي غتنجح التمرين وتخليك تستافد منه. الحاله الاولى وهي الاندر تنشن، يعني العضله شحال غتبقى تحت الشده، وهذه ما غادي انت غديرها غير بالحركه السلبيه. يعني ملي تهبط خاصك تهبط بشويه وتخلي يعني يكون واحد الضغط على العضله، هادشي اللي يمكن ليها تتطور من بعد. ثاني حاجه وهو البروغريسيف اوفرلود، يعني انه ماشي مثلا في 6 سيريات ولا 5 سيريات غادي نحاول نزيد في كل وحده. ما كنقولش انايا سير شي حاجه اكثر من اللي تقدر عليها، لا غتبدا غتبقى تزيد بشويه بشويه عينك ميزانك على حساب انه السيري الاخرى تكون وصلتي لاقصى وزن غادي تقدر تمشي عليه. يعني هادو جوج نصائح يعني اساسيه. ثالث نصيحه وهو انك تحاول تبدا به. انا اكيد الا كان عندك ضعف في الفوق ولا في التحت تقدر تبدا بهم، ولكن علاش كنفضل انك تبدا بهذا التمرين؟ لان التمرين شمولي ويعطيك واحد المساحه وحيز عضلي جد مهم. الا ركزتي على ثلاثه الاشياء اللي قلت لك ان شاء الله 100% غادي يكون تطور. الو دابا انا ملي كنسالي صدر الوسط عاد كندوز يعني للجهه الثانيه وكنخدم الفوق. فوق غادي نخدمو بجوج، غادي نخدمو بارة وغادي نخدمو بليزالتير، خصوصا وان عندي كذلك نقطه ديال ضعف. الو غادي نبدا بالبارة، غادي يكون فيها 4 ديال السيريات، وغنبدا وغنمشي بليزالتير 4 سيريات. بيان سور الهضره اللي غادي نقول على البارة هي نفس الهضره اللي قلتها حتى على البارة الاولى، هو انه يديك ما تجيبهاش لظهرك باش ما تركش على التريسيبس. البارة غتهبطها لهذه الناحيه هذه بلا ما تخليها تقيس، حتى هي الحركه السلبيه بشويه، وملي غادي تطلع غتطلع بشكل مستقيم الفوق. انتما نخليكم تشوفوا مورا عاد ندوز لبليزالتير. الو الحاجه التاليه اللي كنخدم انا في الصدر في يعني في الموفمون ديال الصدر الفوق وهو هي ليزالتير. غير واحد الحاجه ملي غادي تاخذ ليزالتير يعني حاول انك ما تمشيش
ديريكت بحال هكا، حاول انك غير تميل يدك شويه. علاش؟ لان نورمالمون العضله ديال الصدر الفوق البنيه ديالها اللي غادي تهبط لتحت باش تلاقى في هذه المنطقه هذه هي واحد البنيه اللي مايله. الوغ كنحاولوا نتبعوا العضله في الخدمه حتى على الشكل ديالها باش كتكون متيقن انك كتقيس جميع الالياف. ما كنقولش غادي تعوج يدك كامله، غير واحد شويه، غير واحد الجهد باش انك تقدر تبع داك الميول ديال العضله. بيان سور انا كنخدم في الزاويه 45 درجه ديال الكرسي اللي كيكون مايل. حاجه اخرى وهو انك في ليزالتير حاول ان يد ما تسبقش يد، لان الاغلبيه كيعانوا من داك المشكل ان جهه كتكبر على جهه اولا حتى على لي بليسور. يعني راه اصعب حاجه تقدر تاخذ فيها يعني اصابه وهي شي موفمون بليزالتير، لان بعض المرات كتركز على يد وكتنسى يد كتلقى وقع لك واحد المشكل وخصوصا في الكتاف. وحاول انك تخدم يدك بعيده على الظهر كيف ما كنقول على التريسبس باش ما يكونش حتى واحد التركيز على الكتاف، لان نورمالمون فاش كتبغي تخدم الكتاف كتدخل، فاش كتبغي تهز بارا كتدخل الكود ديالك جهه يعني الظهر ديالك هنا لتحت. الوغ حاول تخلي يدك مفتوحه باش يكون واحد التركيز 100% على صدر فوق. الحاجه اللي مهمه وهو انه ملي تكون خدام يعني صدر انكليني حاول انه الكرسي يكون في واحد الزاويه ديال 45 درجه، ماشي تطلعوا حتى للفوق، لان هنا اذا طلعت الكرسي بزاف غادي تحس بواحد التركيز على الكتاف الفوق اكثر. كون متاكد الوش ديالك بعض المرات تقدر تكون واحد الزاويه اكثر من 45 ولكن تجي عليك بدا الزاويه 45 درجه حسيتي ما كاينش واحد التاثير، زيد شويه ولكن كل ما حسيتي ان الالم وان الضغط كيكون يعني الكتاف الفوق اكثر حاول ترجع تنقص شويه من يعني من انك ما تطلعوش كثر، هكا تكون واحد التركيز 100% على الصدر. يعني كل ما طلعتي الكرسي حسيتي بالالم في الكتف كثر فهبط باش يكون واحد التركيز 100% على الصدر ديالك الفوق اكثر من الكتف. الو دابا ساليت من الصدر الوسط، ساليت الصدر الفوق، غادي ندوز للاسفل يعني ديال الصدر. باش فهم واحد الحاجه، بغيتي انت تخدم بالماشين بعدا اي حاجه انت حر. انا ملي كنوريك انا اللي كنركز على الاوزان الحره ولا الطريقه العمل القديمه ديال الفيتنس ولا بادي بولدرز، انك تعتمد على اوزان حره لانك كتربي اولا قوه ولانك كتدفع انه الالياف تستافد الى اقصى درجه، يعني يكون واحد الضخ ديال الدم لجميع الالياف. يعني انت ماشي ممنوع دير ماشين، غير هو كنفضل ان تكون اوزان حره وتكون ليزالتير باش تربي واحد المدى ديال القوه وباش يكون واحد التطور. الا بغيتي تستعمل ماشين تحر في الحاله انا ديالي مثلا في الصدر تحت بزاف المرات كنستعمل ماشين، لكن اليوم غادي نستعمل برا. انا ما عنديش الكرسي اللي مايل، غادي نستعمل ارتر تحت هذاك الكرسي المستقيم باش يولي مايل كما غادي تشوفوا نتوما. مي غير باش نوضح لك، فاش تخدم يعني لتحت ديال الصدر البرا ديما هبطها لهنا ولكن ما تخليهاش طيح، يعني ما تخليش، لان فاش كتخليها طيح كتسمح للعضله انها ترتاح وانت باغي تخلي العضله في واحد الشده اللي كبيره. وملي ترد لبرا ما تردهاش للفوق، لان بعض المرات كتكون كتردها للفوق، لا ردها بشكل متوازي مع الجهه اللي كنهبطها فيها. يعني هبطت لتحت خاص تطلع بشكل متوازي. وحاول انك في الصدر بصفه عامه ملي تسالي شي سيري حاول انك دير واحد التضييق غير باش كتحرص يعني يكون واحد دائما واحد الضخ ديال الدم. هذه اشياء بسيطه يعني ماشي شي اشياء اللي غادي اللي كبيره ولكن اللي بعض المرات كتلعب واحد الدور يعني مهم ودور مساعد.
بعد ما ساليت يعني صدر الوسط والفوق والتحت كنت يعني الشقان أو التفريق. أنت حر كيف ما كنقولك، بغيتي دير ماشين بحال اللي غندير أنا دابا حاليا، ولو أنني أنا شخصيا بقول واحد الحاجة ما كنفضلش ماشين. علاش؟ البولي عندنا فيها واحد المشكل، يعني في واحد الجهة لو خدمتي جهة كتحس أن جهة ناقصة على جهة. شخصيا كنفضل نخدم بالبولي يعني بالكيبلز. علاش؟ لأن كنحس بواحد الضغط أكثر. واش اللي بغيت نقول لك، راه كل انسان وباش كيحس يعني بالضغط اكثر، فهمتي؟ انا مثلا الكابل اللي كيهمني دابا نخدم فقط لان ما عنديش الامكانيه غادي نخدم بالماشين. انت بغيتي تخدم بالماشين، بغيتي تخدم حتى بلي زالتر يعني متكي، بلي زالتر متكي، ولا خدمتي لي زالتر متكي ما تركزش على انك تخدم مع انكليني، خدم يعني مستقيم من الافضل وخدم يعني التفريط. انا شخصيا غادي نخدم بالماشين، حتى الماشين زعما راه ما كاينش فرق كبير، غير كنقول لك انا كنحس بالضغط اكثر الكيبلز، وانا نوريك طريقه كيفاش مباشره. الله يوفقك. واحد الحاجه ملي كتجيب عندك لهنا خلي الضغط، ولكن ملي تطلق ماشي هاك تطلق بهذا السرعه، لا نجيب هنا دائما الحركه في سيبيه في اي حاجه، هنا نوقف ارجع هنا تقدر بقوه بس رجع تكون اسرع، وهنا يعني نزير ندير الضغط وارجع بشويه، وغتستمر العمليه هي هي. الو هنا كانت النهايه ديال الحصه، يعني خدمنا صدر الفوق الوسط والتحت ودرنا التفريق. بالنسبه لي هادو هما الاهم والاساسيين. حاول تعتمد اوزان حره غير باش يعني تكون عندك واحد التطور عضلي ويكون عندك حتى تطور مستوى الطاقه. واحد الميساج يعني باش نقول واحد حاجه اساسيه بعدا، هو انه التدريب راه اي واحد خديت التدريب ديالو عطاه شهرين. كنقولش انا عطيتك احسن تدريب، كعطيتك التدريب اللي كيبان ليا منطقي واللي كيعتمد يعني انه واحد التطور من خلال انه تخدم على الالياف ديالك يوصل لها الدم باكبر نسبه. يعني انت اي تدريب جربتيه ديال اي انسان عطيه واحد الفرصه، عطيه واحد شهرين باش يكون واحد التطور. الميساج اللي بغيت نباسي هو انه ما تبقاوش تقارنوا، حتى واحد ما يتقارن مع الناس. راه احيانا انت كتكون في واحد النقطه وكتطور بزاف وكتوصل لواحد النقطه، ولكن ملي كتطور وكتقارن راسك مع واحد اخر كتلقاه فايتك. هنا انت كتقلق ولا ربما كيجيك احباط علما انه انت راك تطورتي من واحد النقطه لنقطه وقارنتي راسك مع واحد اخر في التطور ديالو. ربما كنقول لك شوف يعني ربما عنده الظروف مختلفه، ربما هو دار تضحيات لان كاين ناس مثلا في هذه الرياضه اللي غدير هرمونات، اللي عندها هدف مسابقات، يعني عندها واحد التضحيات، بينما انت الاهداف ديالك في الحياه مختلفه. يعني ما غاديش نوضو نتقارنوا بنفس المعطيات. النصيحه ديالي هو انه بعد من المقارنات، راه كاين انسان اللي كيدير تضحيات لواحد الحاجه، انت الاهداف ديالك مختلفه، انت واحد الانسان كيسعى يعني يكون عنده واحد الجماليه وواحد التناسق عضلي. حاول تعطي وحاول تطور من نفسك. يعني المقارنات المقارنه الوحيده اللي غادي تعول عليها وهي انت كيفاش كنتي وكيفاش غادي تولي. راه اي معطى كتغيره في حياتك اليوم غادي ينعكس عليك غدا، سواء كان سلبي او كان ايجابي. يعني انا الا بديت اليوم هنا والغد ليه تطورت، خاصني نكون فرحان براسي ونكون غير قانوع في نفس الوقت. غير قانوع ما تهدرش على الحياه، نهضر غير في هذه الرياضه، يعني انه حاول يزيد اكثر باش هكا كيبقى دائما مستمر. لذلك يعني ما تدخلوش في مقارنات. انا براسي كنهضر معاك وغادي نركز على نفسي، ما غادي نركز على حتى واحد اخر. اكيد الا كان النقد من عند اي واحد في حياتك خذه لانه غادي يساعدك، اما اللي كانت هضره اللي غادي تحبطك بعد من الناس السلبيين، بعد من اي واحد سلبي. راه اي انسان سلبي ولا محيط سلبي ثق بيا غادي يردك غير اللور. نصيحه كاخ ولا نصيحه ليك انت كاخت، اي واحد بعد ليا من المحيط السلبي، ديما خليك ايجابي مهما كانت الظروف. غتكون اوقات صعيبه، غادي تكون ظروف في حياتك اللي من بعد مرات غتعيا، ولكن نحاول نخلي هذيك الدروس كتعلمني اني نقوي الشخصيه ديالي واني نولي ايجابي اكثر، ماشي تدمرني وتردني اللور وتطردني سلبي. اصلا المغرب راه تبارك الله السلبيه منتشره. حاول تكون من القلال اللي عندهم واحد الطاقه ايجابيه وباغيين يغيروا في حياتهم، وخليك كتشوف الخير في كل شيء، ما تنتبه حتى واحد، زيد في طريقك القدام، خدم مزيان، عطى اللي عندك. راه الحياه ما منتظرش انك تكون سلبي ولا تكون حاقد ولا تكون كتقارن راسك مع الناس، قارن راسي مع نفسي، نتطور ونزيد القدام. مهما كان التطور ولو كان صغير بزاف راه كيتسمى تطور. يعني ما بقيتش كيف ما كنت البارح، ما بقيتش كيف ما كنت العام اللي فات، ما بقيتش كيف ما كنت هذه 10 سنين، اللي عليا نتطور. انا كنحاول فقط
تكون واحد الرساله ايجابيه لك في الحياه او في التدريب. راه بصفه عامه حنا كنحاولوا نبدلوا الفكر سواء الرياضي او الغير رياضي. ثق ليا في راسك، شوف ثق في راسك، زيد القدام اللي بغيتي غادي توصل ليه باذن الله. خدم 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 وبعد من المقارنات، لان المقارنات سواء في الفلوس سواء في الوضعيه دائما غتخليك يعني محبط. حاول تشوف الفوق بايجابيه وكتقارن راسك مع راسك وكتزيد القدام. كنتمنى يعني الميساج يكون وصل. تحياتي الخالصه لكم، انا راه هنا غير باش نتعلم منكم وتعلموا مني وكلنا في سياق واحد. تحياتي الخالصه لاي واحد كيتبع القناه في مكان في المغرب او خارج المغرب. تحياتي الخالصه، سلام.